بداية الخلاصة مشاهدينا من ملف العلاقات العراقية الأمريكية، إذ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي سيناتور لينسي جراهام والوفد المرافق له تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن اللقاء بحث المرحلة الجديدة من التعاون الأمني في مجال المشورة وبناء القدرات للقوات الأمنية العراقية بعد انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية. من جانبه أكد سيناتور لينسي جراهام الالتزام غير المحدود بتقديم المساعدة طويلة الأمد للعراق، موضحا أن الولايات المتحدة تطلع إلى أن يكون العراق لاعبا رئيسا في الشرق الأوسط وداعما للاستقرار الإقليمي والدولي.